انت تخصصك وش في الجامعه؟ لغات وترجمة. يلا اعطينا لغات وترجمة. What is name؟ لا تفشلنا ناجحة واسطة. طيب اعطيني اسمه بالانجليزي. سؤال صعب. لان اسمه درس فيه اصلا. داري اعرف انا ترى انا كنت محقق قبل. والله اني اول كنت محقق. انا كنت شريطي. وش سيارتك انت تسوقين سيارات انت؟ اسوق بس كل شهر اغير لان ايجار. الحين ما عندي سيارة. ليش ايجار؟ واضح انك ملكعة. ترى انا احب الملكعين يلفون ويدورون. ترى اطرحهم على طول. وش تخصصك؟ رياضيات. شفت انك كذابة؟ وين لغتي؟ وين انجليزي؟ بس اقوالك اقوالك يعني. وش السيارة اللي مستأجرتها انت؟ ايش دخلك؟ طيب وش السيارة؟ والله عادي سيارة. ما قلت انا ما قلت انا ما سالت شيء خاص اقول سياره وشي انت تعبانه انت شوي والله العظيم انك مرتبك والله العظيم في توتر شوف ان المشاهدات ارتفعت وانا صراحه ما احب كذا احس شويه اتوتر طيب وش السياره ايش دخلك مره ثانيه لا ما لها دخل انت على بال يا اخي والله ما لها داعي اني اقول السياره يعني لا السياره وش سنيه مين شفتني في الزلابه على طول اعترفتي سلابة بعد 10 والله اللي داري انك تبتين كذا قسما بالله اعترفتي ما صملتيها طيب